السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. اليوم سأقدم لكم اربع افضل عطور لهذا الاسبوع، يعني العطور اللي جابت لي اطراء، عطور محبوبة، عطور رائعة. جوج بدائل وجوج يعني من العطور الاصلية. العطر الاول، يعني العطر الاول اللي هو عطر رائع يعني المحبين الاداء القوي، اللي هو جولوي نوار. نوار البديل الرائع لوي فيتون اومبري نومار. يعني هنايا كنتكلموا على الروعه والاتقان والابداع. هذا يعني نسميه انه بديل الاومبري نومار، يعني بديل ممتاز، يعني اداؤه تقريبا نقدر نقول لكم اداء بحال اومبري نومار، متفقين؟ يعني بحال اومبري نومار، ما بغيش نقول احسن، يعني احتراما لهاد الشركات ويعني وكل حاجه نعطيو حقها، ولكن الا سولتيني رايي الشخصي غير بيني وبينك كنقول لك اداؤه راه احسن منه. والاخ مروان راه كان شارك معايا اومبري نومار وكان جاب عندي المحل، يعني في الافتتاحيه يعني كاين شويه الفرق بسيط، يعني الورد، ولكن وسبحان الله يعني ذكرت لي واحد المساله، يعني اومبري نوماد هذه تعجب بزاف على اومبري، يعني اومبري نوماد كتحس بالورد في الافتتاحيه يعني واضح جدا عكس النوار، يعني عكس النوار. من بعد يعني تمر واحد 5 دقائق 7 دقائق العطر كيتقاد، يعني مع اومبري نوماد، يعني درنا لها مقارنه ولقينا ان العطر يعني رائع. وبالنسبه للاداء ديالو فحدش ولا حرج، يعني اومبري نوماد فاش درت انايا ومشيت نصلي بقاش معايا، لكن نوار يعني نقدر نقول لكم راكم عارفيني ما كنبغيش نبالغ، يعني فقت مع الصباح كيما وقع لي في خمره، والرائحه يعني باقا كتشم، ماشي حتى كتقرب، يعني الرائحه كتشم، يعني اداء ممتاز، يعني اداء ممتاز. ومن العطور يعني الفخمه، يعني عطور ماشي شبابيه، يعني بالنسبه للشباب، ولكن عطور للرجال اصحاب الذوق الرفيع، وفي نفس الوقت الشخصيه القويه، يعني عطر قوي، يعني عطر اللي غيشمك يعني غيقول يعني ناضج، وفي نفس الوقت العطور يعني حشمت نقول هذه الكلمه هذه، يعني ولكن الناس اللي عندهم الفلوس بهذا المعنى، هذا يعني عطر الاغنياء، يعني عطر رائع وعطر محترم، يعني عطر يعطيك احترام، هو ماشي غير العطر اللي يعطيك احترام. دائما كنركز على اللباس، يعني اللباس والاناقه يعني والنظافه، يعني هاد العوامل كامله الا تجمعوا وزدتي عليهم جولو ونوار فغتكون لو ميديا، يعني غادي تكون رجل مثال. اومبري نوماد من العطور اللي جابت لي اطراء اداء يعني رائع. ملي قلنا الرجل المثالي غادي نمشيو لون ايديال او دو بارتا، يعني لون ايديال حتى هو من العطور الرائعه لو دو بارفا، يعني اللي كي الاخوه اللي بغاو يجربوا لو شيري وجاتهم انها نسائيه اكثر، فالكرز او لحب الملوك اللي هنايا في لو دو بارفا وباداء ممتاز، يعني اداء العطر فهو ممتاز ورائع جدا جدا، حتى لدرجه يعني في البيت كندير في بعض الاحيان كندرب، يعني على كنغمض عيني يعني وكندرب على الرائحه ديال العطور من المكتبه ديالي، وكيديرهم لي يعني في مناديل بحال هكا صغار، وكنبقى كنفرز كل رائحه. يعني لوميديال انا عارفها ماشي، ولكن يعني تخيلوا معايا في هذاك المنديل اللي فاش درتو حتى هو، يعني العطر مع الصباح جيت بالليل بغيت نعس وبقيت كنشم في هذيك الرائحه حتى لقيت المنديل اللي كاين فيها، يعني العطر رائع جدا، يعني من ناحيه الاداء ديال العطر فهو رائع، والرائحه يعني لوز مع حب الملوك، يعني بروعة وبإتقان وبرجولة، عطر رائع جدا. وأيضا يعني فانيليا، يعني العطر رائع ومحبوب، يعني العطر محبوب، يعني من العطور اللي كتبغي النساء يشموها على الرجال، يعني بهذا المعنى هذه، فالعطر رائع. والعطر الثالث اللي هو جون لوي إيمورتال، يعني إيمورتال
ما يمكنش هذا العطر هذا تمر على شخص وما يسولكش. يعني كما ذكرت لكم يعني ما عرفش انا، يعني البعض يعني كيقلب على الاداء، يعني كما قلت لكم الاداء الاسطوري، يعني الاداء الاسطوري اللي غتلقاه يعني نقدر نكون في 4 أو 5 العطور في العالم يعني. ولكن اخواني نعيشوا مع العطر، يعني العطر اش بغيش يعطيك؟ يعني العطر تقريبا ساعة فواحان، انا ما كنبغيش نبالغ، يعطيك اكثر يعني ساعة فواحان. يعني كنستغرب اللي كيقول على اداء ضعيف، يعني هو ما كنبغيش نحلف، يعني للاسف ما غيكونش يفهم، يعني معذور، يعني اللي غيقول هذا الكلام هذا يعني راه معذور. يعني العطر رائع، يعني ثباته على الملابس فيوم يوم على الملابس، على الجلد 5 ساعات 6 ساعات عادي، فواحان ساعة فما فوق. عطر رائع، الزنجبيل مع الجريب فروت في العطر، يعني حمديات، روعة في روعة في روعة، عطر إيموغتيل. والعطر الرابع حلقة أخرى لنا مع هابي غوج، يعني هابي غوج من العطور الرائعة أيضا اللي ذكرت لكم. هابي غوج دو غيرلا يعني عطر متميز، عطر متفرد، ومن العطور المحبوبة أيضا اللي الكثير من الناس يعني من أول استعمال أو لشم العطر يعني سوف تغرم بالعطر. يعني من أول لحظة أول حاجة غتحس بالعطر كما ذكرت لكم أنه متفرد وقليل جدا. هذه الرائحة هذه الحمضية مع الورد الرائع والفانيليا والقنينة الأنيقة، يعني قنينة غيرلان فهما قنينات رائعين. يعني هاد 4 العطور من أحسن العطور اللي جابوا لي الإطراء في هاد الأسبوع، عطور رائعة فخمة جدا. وكنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنساوش لي لايك، وما تنساوش اللي ما تشاركش يشارك معانا.